السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في هذا الكنتي ديال اليوم ان شاء الله ديرنيير مينيت ملاحظه اخوان كما كتشوفوا 7 15 4 5 6 1 6 10 12 13 14 2 11 3 9 8 هادو هما لا سيليكسيون ديال دي هذا هو الكوطاج ديال الكورسه اللي غيكون اليوم كي غنشوفوا. راه شفنا بان السبعه هو الاول والتابع هو الكانس ويسبانك، هذو هما جوج ديال الخيول اللي غادي تباراو بيناتهم. على كل حال بالنسبه نديرو الويفي ونشوفوا اشنو ونشوفوا ماذا لدينا في هاد نشوفوا هاد الكنز هذا، لانه يخرج في لاكور 3 والكرده صغيره غتلعب دور كبير. بالنسبه للسويس بانك ميكائيل برزارونا اللي تقريبا عاود بروفانس اللي ما تيخرجش من تولوز من بوردو، غادي يدخل لينا التيران ديال دوفيل كيما كنشوفو. غالبا دار لينا الشونتي اللي مرة وحدة كانتي دار فيه ويتيام في لابالور ديال 36 ودابا عندو لابالور ديال 36. دار لينا تروازيام في التيران ديال لاتيست. كيما غنشوفو الناس غيلعبو هاد العود بزاف و تيبقى عود جوا يعني سات كانز واش سات واش كانز واش سات واش كانز واش بجوج واش تعاود. المهم راه كاينه واحد حاجه وحده غادا تكون تما، اما الكنز اما الزات اما بجوج اما حتى واحد. اذا لا سيليكسيون ديالي اختاريت فيها 7 1 3 4 11 12 10 6. لا سيليكسيون ديالي هي هادي. ربما نقصت بعض الخيول بحال بيفن بحال 14. نقصت كذلك الخمسة، نقصت 13، نقصت 15. مادي هادي هذا هو اللعب يعني ضروري كتختار وصافي. على كل حال خوتي 7 1 4 7 1 6 لا باسي هادي 7 1 4 7 1 6 7 15 ولا 5 ولا 6. هنايا كما كتشوفوا نون سيتي اختاريت فيهم 3 د الخيل في نون سيتي 3 11 12. تشلا طلا خوتي تحياتي لكم، خليت لكم راحه ومع السلامه.